على ما يبدو أن آثار الزلزال المدمر ما توقفت عند المحافظات المنكوبة بسوريا فقط، بل امتد لأغلب المناطق وخاصة الأبنية القديمة اللي تصدعت وصارت يمكن مهددة بالانهيار بأي لحظة. شقوق كثيرة بالمنازل والأبنية هي بحاجة للكشف عليها، ومنازل أصبحت تحت مرمى نيران الهبوط. فكيف ممكن نحن نعالج هالخطورة يلي تعرضت لها المنازل لحتى تصير آمنة؟ معنا المهندس عامر شيشكلي المختص بترميم المنازل ومعالجة التصدعات. يعطيك ألف عافية أستاذ عامر. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ. كيف ممكن بداية نحن نقدر نكشف عن الشقوق والشروخ اللي ممكن تكون موجودة داخل الأبنية؟ هلا بداية الشروخ متعددة الأنواع، بس أهم شغلة فيها إنه نحن القاطنين في المنازل لازم نلاحظ هاي الشروخ، إنه هي تكون واضحة للعين. واضحة للعين، أي أغلبها بيكون واضح للعين. طبعا مو كل الشقوق هي شقوق بتخوف، في شقوق بتكون هي نتيجة استعمال المبنى، وفي شقوق بتكون هي عبارة عن شقوق إنشائية. فنحن لازم أولا نلاحظ هاي الشقوق، بعدين نلجأ للجهات المختصة لدراسة هذه الشقوق. الدراسة بتتم بعدة طرق وبعدة خطوات. الخطوة الأولى هي عبارة عن مشاهدة عينية، فبيطلع المختص بيشوف هاي الشقوق على الواقع، بيشوف شو وضعها بتكون، هل هي شقوق إنشائية خطيرة أو هي شقوق نتيجة الاستعمال، نتيجة الرطوبة، نتيجة فرق الحرارة، ممكن تكون شقوق قديمة. هلأ بالنسبة للزلزال، هناك ثلاث أنواع من الشقوق صارت. شقوق ترافقت مع الزلزال نفسه، هي ممكن تؤدي للانهيار، أو ممكن أنه المبنى يضل موجود وبحاجة لمعالجة. شقوق كانت موجودة سابقاً وكبرت مع الزلزال، كمان هي على نوعين، ممكن أنه تؤدي للانهيار وممكن أنه تضل موجودة وتتعالج، وشقوق كانت موجودة سابقاً قبل الزلزال وظلت مثل ما هي وما تأثرت ما بالزلزال. تغير عليها شيء. ما تغير عليها شيء. تمام. هلأ في كتير ناس خايفة من فكرة الشقوق ما بعد الزلزال، في عالم ما عم ترجع على بيتها، يمكن تكون الشق بس بالدهان، ممكن يكون قديم، ممكن يكون بالطينة. بدنا نعرف العالم يلي عم بتشوف هلأ وعم تحضر بتكون حابة تعرف إمتى بيكون الوضع مهدد أو يعني خطير بالنسبة لإلهم، إمتى بيقدروا إنهم يحافظوا على حياتهم مثلاً، يستشيروا مثل ما عم تقول حضرتكم عم تطلعوا على البيوت وصار في أكثر من 15,000 استشارة هلأ كان عم يخبرنا تحت الهواء، فإمتى منضطر إنه نعمل هاي الحركة ونعرف إنه هلأ لا صار وقت الإخلاء فعلاً؟ هلأ نتيجة إنه الزلزال هي شغلة جديدة صارت علينا، يعني لا نحن ولا يمكن ثلاث أجيال قبل منا عاشت هذا الزلزال، ونتيجة الانهيارات اللي صارت فصارت هلع كبير عند الناس. صارت الناس بمجرد أنه تشوف أي شرخ بسيط أو لو ربما هو يكون عبارة عن تجمع دهان فتخاف وتطلع من بيوتها. فنحن من اليوم الأول اللي صار فيه الزلزال عملنا نوع من المبادرة أنه نحن ندرس هالحالات هي للناس. وزعنا ثلاث أو أربع أرقام، صارت تجينا الحالات على الواتساب. طبعاً هلأ ما فيك بالبداية أنه تقومي بعملية الفحص بشكل دقيق مباشرة، فكنا نعتمد على الصور وعلى الفيديوهات وعلى الحوار اللي كان بيننا وبين أصحاب البيوت اللي كانت تبعتنا لنا لحتى نطمنهم ويقدروا يرجعوا للمنازلهم. يعني أنت تصوري وقت يكون في حالة هلع، ناس عم تترك بيوتها، قديش رح تساوي ضغط كبير على الجهات الإغاثية، على الجهات الحكومية، على المنظمات اللي عم تقوم بالإغاثة على الشارع، يعني في المنطقة. لأنه عم تضاعف الأعداد، صحيح؟ عم تضاعف الأعداد، هي الأعداد أنت بدك تأمني لها مأوى، بدك تأمني لها كل حاجاتها اليومية، بينما هي ممكن أنه ترجع على بيتها، فهذا ساعد كثير أنه ناس ترجع على بيتها. الناس وقت ترجع على بيتها أولاً تهدى تستقر، وبتصير هي بتساعد الجهات الإغاثية اللي موجودة على الأرض، وبتساعد الأهل، ممكن ناس من أقاربها من جيرانها تجي تقعد عندها. فنحن كنا ندرس الحالات الأكيدة اللي ما فيها أي مشكلة ونقول لهم ما في أي مشكلة، والحالات اللي كنا نشك فيها إما نحيلهم على لجان السلامة اللي شكلتها نقابات المهندسين والمحافظات، أو اللي شكلتها الجامعات
يعني صار في كثير من الجامعات اللي في عندها اختصاصات هندسية مثل جامعة دمشق، جامعة تشرين، جامعة البعث، حتى الجامعات الخاصة، الجامعة الافتراضية السورية، خلت أغلب مهندسينا تقوم بهالعمليات. هلا حاليا بعد ما وصلنا لهالمرحلة هي اللي وصلنا لها، الأبنية اللي فيها أي خوف منها صار بدها تحتاج لدراسات مختلفة. صرنا بنقدر ندرسها عن طريق الأجهزة، في أجهزة ممكن تكشف إنه هاي الشروخ هي اللي هي خطيرة ولا هي شروخ عادية. مشكلة هي أستاذ عمري اللي عم يخوف الناس، يمكن عودة خلينا نقول الهزات الارتدادية اللي عم نشوفها بالفترة الأخيرة، أكيد هي مانا بقوة زلزال اللي كان بستة شباط، ولكن الناس أي هزة خفيفة عم ترجع تخاف وترتعب، وعم يشوف في شيء بسيط ببيته عم يرجع يخاف. طيب خلينا نحكي عن آليات المعالجة اللي ممكن تصير، خلينا نقول للأبنية اللي قابلة للمعالجة، لأنه أكيد شفنا في أبنية عم يتم هدمها لأنه ما في مجال أبدا غير أنه هي رح توقع. شو الآليات اللي ممكن تتبع للأبنية اللي قابلة للإصلاح؟ لا هي بحسب شو هي الشروخ وشو هي الخطورة منها. لا في تشققات، وهذا اللي شفناه منتشر كتير بسوريا وما كنا من حدا كان عم يعالجه سابقا نتيجة الأوضاع اللي مرت فيها سوريا والأزمة، بس هو هذا يشكل خطورة على المبنى، هي موضوع الرطوبة. الرطوبة هي نوعين، رطوبة طبيعية مثل اللي منشوفها بالساحل، هي نتيجة وجودها الجو طبعا ووجودها بقرب البحر، فهي بتعطي نوع من الرطوبة. الرطوبة بتتغلغل ضمن المبنى فبتأثر على الترابط الإسمنتي وبتأثر على الحديد نفسه، فممكن إنه يصير في صدأ ويتآكل الحديد. ومعروف إنه البيتون هو عبارة عن إسمنت وحديد هو اللي عم يحمل المبنى كلياته، فهذا لازم يتعالج. هو هاد كان يعني المفروض إنه يتعالج بكل الأبنية من خلال الصيانة الاستدامية دائما، أو اللي بنسميها موضوع الاستدامة اللي موجودة دائما في المبنى. هاد نوع من الأنواع ممكن إنه يتعالج بمعالجة الرطوبة، وفي عدة طرق للمعالجة، ممكن إنه تنقشر الطبقات وترجع تتساوى مرة ثانية بالحقن، ممكن باستخدام الألياف الكربونية، في عدة أنواع، ممكن باستخدام نوع من أنواع الحديد أو المعادن تنضاف للعناصر الإنشائية بتقويها. طبعاً هذه بتقرره لجان السلامة الإنشائية ولجان الخبرة. لا في نوع ثاني نتيجة سوء استعمال المبنى، يعني الرطوبة اللي منشوفها وقت بيصير في أي خلل بالمنظومة الصرف الصحي، منظومة شبكة المياه الحلوة الباردة أو الساخنة، هي كلها وقت اللي مصير نشعر إنه مثلاً جارة عم يتنقط مياه على جار اللي تحته على اللي تحته، ممكن إنه تستمر، هي كمان تعطي نوع من أنواع التشققات اللي لازم تتعالج. فبتتعالج بمعالجة السبب الرئيسي، وبعدين بمعالجة الأماكن اللي صار فيها شروخ أو تشققات نتيجة الرطوبة. تماماً. والرطوبة هي عامل كبير عنا بالبلد. تمام. طيب إذا بدنا نحكي حصراً عن الزلزال، في إنذارات يمكن ببيوت العالم عم بتصير إنه في علامات إنذار أو علامات خطر، أنا إذا بشوفهم بقول إنه لا الوضع بحاجة إنه ما نطنش، يعني بنفس الوقت في ناس كتير عندها فوبيا وخوف من الموضوع وعلى أي شيء بلدان عم تهرب، بنفس الوقت في عالم بتحس بعد شوي الحيط حيوقع وهن لسه قاعدين وعم بيقولوا خلص إنه الزلزال راح والهزات الارتدادية ما رح تساوي شيء. ومع الأسف نحن شفنا بناية بحرستة وقعت، في بناية بحلب وقعت بعد الزلزال، وفي كذا بناية رجعوا وقعوا. فشو هي الإنذارات اللي أنا بس شوفها بالعين المجردة بقول إنه لا في مشكلة كتير كبيرة عم بتصير؟ هلأ هي الأغلب الإنذارات هي الشقوق اللي بتكون بالأعمدة وبالجسور الحاملة. وقت منلاقي أي شقوق بالأعمدة والجسور الحاملة لازم مباشرة نشوف أي لجنة مختصة، والدولة حطت أرقام كتير للنقابات المهندسين وللجان السلامة الإنشائية وللمحافظات بالذات، ممكن إنه يتصلوا فيهم ويجوا مباشرة يشوفون. وقت منلاقي مثل هاي الشروخ لازم مباشرة نشوف إنه هل هذا الشرخ واصل للجملة الإنشائية أو مجرد بجوز هو يكون بطبقة الطين الخارجية بس، فساعتها ممكن إنه ناخذ الإجراءات اللي بتكون بعد هذا الكشف الميداني الأولي على الشرخ الموجود. تمام.
ما دام هلا هو يعني حتى نحن ما نراعي بالعالم كثير، الابنيه اللي قاومت الزلزال الاول الكبير الغالب منها بتقاوم الزلزال الارتداديه اللي عم تجي. حتى الان كل العلماء اللي درسوا مع العلم انه الزلزال ما في اي شيء بيعطيكي بالدقه امتى رح يصير وقديش قوته، بس كل الدراسات من العلماء الموثوقين بتقول انه الارض بلشت تستقر وكل ما لا عم تقل عدد الهزات وتتباعد الفتره. فيعني مثلا اول امبارح كان عدد الزلازل الارتداديه حوالي 146 هزه ارتداديه، امبارح نزلت النسبه ل 112 وكل ما لا عم تنزل معناتها رح تستقر. فاللي مبنى تبعه قاوم وبدون وجود اي شروخ انشائيه في كبيره يطمن انه رح يقاوم بس مع ذلك بالاعمده والجسور. بس مع ذلك للسلامه العامه لازم يحاول انه يتصل بالجهات المعنيه ويستشير. اكيد طبعاً. يعني مشكور كثير استاذ عامر، يعني اكيد الجهود اللي عم تقوموا فيها كثير، في ناس مثل ما قلنا خايفه من هذا الموضوع، ف مو غلط استشيروا والسؤال يمكن بيريحكم لحتى تشوفوا اكيد شو الوضع. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك.